يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب زاد المعاد ذكر 14 دليلا على وجوب التمتع في الحج، وقد أشكل علي ذلك. نعم، هو الإمام ابن القيم يرجح أن التمتع فسخ الحج إلى العمرة أنه فرض واجب مستمر، ولكن الجمهور على أنه سنة وليس فرض. ومن العلماء من يمنع فسخ الحج إلى العمرة ويقول هذا خاص بالصحابة، وهذا خطأ، هذا الرأي خطأ، ليس خاصا وليس واجبا، وإنما هو مستحب. نعم.